جلوبال وكيريس وهوم يونايتد و25 ابريل، هذه كل الفرق التي حتى الان تتصدر مجموعاتها في البطوله الثانيه في اسيا كاس الاتحاد الاسيوي. تمريره وكره في المنتصف، هنا امامنا محاوله للمرور، عادت الكره مباشره، عادت الكره تقدم وكره داخل منطقه الجزاء، تبعد الكره في تنفيذ رميه التماس، تلعب للامام كره صباغ نديم، محاوله للمرور والتمريره، عاد تقدم في الامام والكره العرضيه تصل هنا امامنا، يتقدم للامام، حاول هنا امامنا الوحيد على حساب السويق العماني بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي الفريق الأردني جمع 5 نقاط وبالتالي يسعى لأن يصل بنقدة عن 8 مشاركات لأنه شارك في بطولة دوري أبطال آسيا وذلك في عام 2005. فرصة جديدة، محاولة خطيرة ولكن في الأخير تحولت لكن في الأخير اصطدمت في مدافع نادي الجيش السوري، الكرة بتعود مرة أخرى في وسط الملعب مصلحة النادي الأهلي. لدينا عديد المجموعات، 9 مجموعات على مستوى هذه البطولة، الزوراء الجيش الأهلي السويق، مجموعة أولى الحد، الوحدة، القوة الجوية، Kazri, toujours aussi applaudi avec Abdenour, les frères Rabtou aux cheveux courts. Oh, le petit coup du foulard tenté par Wabi Kazri. 20 minutes, impressionnant. On va finir par s'embêter en plus. C'est la sortie d'Aymen Abdenour à la 26e minute qui se tenait l'arrière de la cuisse sur un geste défensif.